دكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن المؤتمر الدولي حول سوريا المرتقبة في جنيف يشكل فرصة لوقف سفك الدماء السورية. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك، قال الجعفري أنه لا يمكن عقد مؤتمر هادف إذا ما استمر تجهيز الأسلحة لإرسالها إلى العصابات الإرهابية في سوريا. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سوريا واضحة الموقف والالتزام بشأن ضرورة عقد المؤتمر الدولي في جنيف، ولكن المشكلة تكمن في الطرف الآخر ومن يرعاه، وأن مؤتمر جنيف هو فرصة حقيقية لوقف سفك الدماء. في سوريا يوجد حكومة واضحة الهوية، واضحة الموقف، واضحة الالتزام بشأن ضرورة عقد مؤتمر جنيف. من الطرف الآخر لا توجد معارضة واحدة، هناك معارضات بالجمع مرتبطة بأجندات وليس بأجندة واحدة. نحن بالنسبة لنا اجتماع جنيف هو اجتماع مفيد لسوريا، لكل سوريا، لكل السوريين. وتساءل الجعفري لماذا ستأتي المعارضة إلى المفاوضات وهي تحصل على مليارات الدولارات من القطريين والسعوديين، وعلى المساعدة اللوجستية من الحكومة التركية والأسلحة من القوى الغربية. وفيما يتعلق باتهام سوريا باستخدام السلاح الكيماوي، قال الجعفري إن الحكومة السورية هي التي طلبت التحقيق، وهي ما زالت حتى هذه اللحظة ترحب بوصول فريق أكيس الستروم للتحقيق باستخدام الإرهابيين السلاح الكيماوي في خان العسل. إن الحكومة السورية هي التي طلبت التحقيق، والحكومة السورية ما زالت الآن حتى هذه اللحظة ترحب بوصول فريق الدكتور سيلستروم للتحقيق في الكيماوي في أي لحظة. وأشار الجعفري إلى أن مساعد الأمين العام للشؤون السياسية فرنانديز ترانكو لم يقدم صورة واضحة للوضع المتعلق ببند الحالة في الشرق الأوسط الذي يتعلق أساسا بالصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، متجاهلا ما حصل لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان الأندوف والدور القطري بإعطاء تعليمات للإرهابيين بخطف عناصر الوحدة الفلبينية. للأسف الأمانة العامة ورغم لفت عنايتها عدة مرات إلى واقع أنها ملزمة بحكم الولاية أن تذكر أو تقدم آخر التطورات الحاصلة في الجولان السوري المحتل، لكنها لم تفعل للأسف. فالسيد ترانكو اليوم عاد فكرر نفس الخطأ الذي وقعت فيه الأمانة العامة في إحاطتها الشهرية أو الدورية لمجلس الأمن من خلال تجاهل ممثلي الأمانة العامة للحديث عن الجولان، وكذلك فعل بالنسبة للأحداث الجارية في الأندف حيث تجاهل الدور القطري في إعطاء تعليمات للإرهابيين بخطف عناصر الوحدة الفلبينية. وأضاف الجعفري لقد قمنا بلفت الانتباه لكل الموجودين في هذه المنظمة حول حقيقة أن تهريب الإرهابيين يتم عبر حدودنا مع لبنان وتركيا والأردن، لكن الأمم المتحدة لم تقم بأي شيء من أجل إيقاف تدفق هؤلاء الإرهابيين. أن التصعيد أتى مؤخرا وقبل ذلك أيضا من خلال إرسال الإرهابيين الذين يسمون أنفسهم جهاديين عبر حدودنا المشتركة مع تركيا ولبنان والأردن، وهذه الحكومات، حكومات هذه الدول لا تقوم بما يجب عليها القيام به من أجل وقف هذا التسلل غير المشروع عبر حدودنا، وهو تسلل يحمل معه آفة الإرهاب وآفة التطرف. وقال الجعفري إنه عندما تقوم فرنسا وبريطانيا بالانخراط بشكل عميق بدعم الإرهابيين في سوريا وتجهيزهم بالسلاح والدعم السياسي، لا يمكنهما أن يكونا موضوعيين ومحايدين، بل سيكونا جزءا من المشكلة وليس من الحل. أقر